بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام هذه تكسرهم حتى المام هي دولة مقوم ما لسقوم أي مادان قري قريا إلهي كمدة يقول ربي قد حصية أدي ستعصد عذبه نبي تلمامي عليه الصلاة والسلام إن إله ملائكتي سويسو الدكتور هريرة سو جمع عاصي يعني وامل نحريسي الرحمة يكترته إلهينا إلقارك وإعوة وكي حديثك كالتلمامي يسر الصحيحة تدك مسلمين تاهي أدي مال سوي ما دام قوم با مال سوي إلهي حصي ملائكتا إلهي وصول دراء حي قبنيا والله الشيقة سوى ربي سبحانه وتعالى أخيرا با إلهي هذا مرخاتي كان نغضى دمي قوضى نافه فقال إلهي يا ربي وحكو شيرا نيني سوى حاج باهي كلا دنك لأييمي يعانو إيمان نين ذكرها يحسكا ينقى قيب قاله إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامينيين قوم لا يشقى بهم جليسهم ودول عند الله فرد دانا أنا يقول در ريسانين هذا إنه إنت نسوغنمي أو يسوغنمي إنه إلهي حصوصنا سبحانه وتعالى دين تينا وحساق الشيقنا وحين قران كرنا وحكو أغاننا وحن رجينا إن يدونين إنه هكاكي سنو سر ربينا وقدره وقت المام يا قوم لا يشقى بهم جليسهم وإلهي الدم بغوضة دافة يون حريصان أيو أما قوال قت المام يا حفتهم الملائكة وملائكته وغشيتهم الرحمة ونبي قت المام يا إن ملائكته هريرين يسو يعني إلهي نحريستي سرين كوب يسو مركا هلود دالو ما لها إلهي الذكر جيسا يحسكي سي ويندي سي هي عبادة ديسة هي هذا الهينتي سلوهاي عصر قدام بدتك وحيابك الولد اكتاقا ان ديو حنانك هي أدتك مقالة مساسة إلا اللي يرونه طاهي لابا او ضيبان اللي خلنا حركة يابان ومالينيا انت كالين وعمدها عرقو لما حركيو ان أداد اللي يرون النقطان إلهينا حسطان إلهي ولع الجبابون ويقول تلمامي شاب لا صبوة له ويل أن كفكف لهين ويل طريقة توسكا هي أن كفكف لهين رب بلع جبال غت المامية إذن وحمد الله هل كان كسي وضع إلهنا سبحانه وتعالى حق هين غسقو هين قرطسيو كوي تشتكي النبي محمد راعة عليه الصلاة والسلام يا انت الرالك هي تشتكودي إلهي نقوض إياه السلام عليكم ورحمة الله.